هروح طبعا، هنعمل ايه؟ مصيرنا. اه دهشوري. نعم. حرام الله عليك. انت كمان داخل كده. انا عايز حقي. حقك؟ اه. حقك عند ربنا. يعني ايه؟ يعني ملوش حاجه. لا الكلام ده مش حلو. انا حق حقه حبيبي. وانت عارف، مش هسكت. نسيم بتاع زمان انسان. الله يرحمه نسيم. حق انا وشيماء مش هيروح. شيماء؟ اه احنا ولاد زينات بس هناخد حقنا. زينات امي اللي ماتت، هناخد حقنا. وانت عارف. يوم القيامة. يرضيك كده يا احمد؟ لا طبعا ما يرضينيش. حبيبي يا اخويا. وبعدين اقول لك على حاجة، معاش ولا كان اللي يقسم الورث وبابانا لسه محسه موجود في الدنيا. ابوك كان حيلته ايه؟ دي تعبه وشقايا. ابويا هو اللي عملك انت وعملنا كلنا. وانا مش هسيب حقي. انتوا مفيش عقل اللي عنده. انا اللي كنت بفكر، وانا اللي كنت بدبر، وانا اللي كنت بقعد مع الخوارج، وانا اللي كنت بجيب الملايين ده. انتوا ولا حاجه. انا مش عايز حاجه في الفلوس الحرام، بس في الفلوس الحلال بتاعت ابوك. كل فلوسنا حرام. لا انا عايز حق ورث امي بس، وانا واختي. ابوك باع كل حاجه، ابوك كان شحات. انا اللي اتفقت مع الخواجه، وانا اللي عملت الفلوس دي، وانا اللي سميت البلد كلها. انا ماليش دعوه بالكلام ده كله، انا عايز حق اختي. ما تسيبش حقنا يا نسيم. ما تسيبش حقنا وحق عيالنا. نسيم ما تاخدكش ايدك، ما تسيبش حقنا. لا ما تخافوش، مش هسيبها. هتجيب. هتجيب حقنا. ما تسيبش حقنا وحق عيالنا. ويرضيك كده يا احمد؟ لا ما يرضينيش. وبعدين في كلمه عايز اقولها لكم، ابونا لسه عايش على وش الدنيا. ما ينفعش نقسم ورثنا وابونا حسه موجود بالدنيا. مش هسيب حقي. بتتكلموا في ايه؟ ايوه يا ابويا تعالى شوف. انتوا بتتكلموا في ايه؟ انتوا يا بابا الاستاذ. لا اخرس، ما تتكلمش خالص. والله انت بتقسم الورث. عيب ان انت وانا موجود؟ عايش. انا لسه عايش. قول لهم عايزين يقسموا الورث يابا. عايزين ياكلونا. وانت عايش. عايزين عايش. وانت عايش. شايف يابا؟ انا سامع كل حاجه يا قليل الادب. ايوه. انا سامع كل حاجه. هو ده اللي سامع كل حاجه. مثير الحق. عايز تاكل حق اخواتك؟ كمان وصلت لكده. انت كان حيلتك ايه يا رب؟ كان حيلتي؟ انا اللي عامل الفلوس دي. اقعد يا قلب، اقعد. انت كبرت عليا باين ولا ايه بالظبط؟ فوق فوق لنفسك. هديك نسبة 5% وهم 5%. لا مفيش الكلام ده، ده ابوك. وال 90% بتوعي انا. انت كلب ولا